things that day. أكبر مؤتمر تقني في العالم. ليب 23 هالسنة غير دبل العام، أكثر بكثير من العام، أكثر من 700 متحدث، أكثر من 900 جهة مشاركة، أكثر من 500 مستثمر. ليب هذه السنة راح تكون في منجزات مختلفة، فتعال معي أخذك بجولة على أكبر مؤتمر تقني في العالم. مو غريب تكون سارة روبورت تفهمك وترد عليك في ليب هذه النسخة، لأنه هذه النسخة حلقت فينا لأبعد مدى ممكن نتخيلها نحو آفاق جديدة. حياك الله أبو صالح، هذه واحدة من أكثر الأشياء اللي جذبت كل الناس. وش هذه؟ كيف تسوت وصنعت؟ ليش تسوت؟ تسوت طالب في الرياض في مختبر بسيط. فكرتها أنه أول روبوت سعودي نتكلم سعودي، فهو صناعة سعودية 100%. نعم، مستقبلا هذه الصناعة داخل السعودية بتتطور لدرجة انه الريبورت يفهم كيف يتكلم بالعامي ويفهم اللهجات. طبعا يعني هي الان من يوم ما صنعت الى الان كل يوم قاعد يزيد، يعني ياخذ داتا ومعلومات كل يوم ياخذ اكثر واكثر واكثر. وش الهدف منها؟ وين رايحين؟ وش النكستر؟ النكستب كثير نكستبس، يعني واحدة منهم أنه والله نبي نسمع حنا الروبوت في السعودية ونصدرها. خلني أتكلم بس عن سارة. سارة نبغاها بكرة تمشي تتعلم لغة أخواننا وخواتنا سمو البكم. طيب كيف نقدر نسولف معاها؟ مرحبا سارة. ارحبوا في جناح السعودية الرقمية. كم عمرك؟ شرايك نغير السؤال؟ من هو وزير الاتصالات؟ معالي المهندس عبد الله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. هذا الحدث العالمي والأضخم اللي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأيضا الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز، وكذلك شركة تحالف وكبرى الجهات الحكومية والخاصة، وأيضا شركات التقنية والاتصالات. ليب بنسخته الثانية يعتبر قفزة اقتصادية ضخمة داخل المملكة، شراكات، صفقات، جولات استثمارية ضخمة بشكل ما تتخيله، أشياء كثير صارت في ليب هذه النسخة ما كنا نتوقع أن في يوم من الأيام ممكن نوصل إلى هذا المستوى، ولكن الطموح وصلنا اليوم إلى هذا الإنجاز. هذا الحدث العالمي والأضخم اللي نظمته وزارة الاتصالات اليوم وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز، وكذلك شركة تحالف وكبرى الجهات الحكومية والخاصة وشركات التقنية والاتصالات. ليب بالنسخة الثانية يعتبر قفزة اقتصادية ضخمة داخل المملكة وأيضاً على مستوى العالم. في هذا المؤتمر صارت فيه شراكات، صارت فيه صفقات، صارت فيه جولات استثمارية رائعة جداً، أشياء كثير متأكد عمرك ما تخيلتها أنها تكون اليوم موجودة على أرض الواقع. كل هذه الأشياء صارت في ليب في النسخة الثانية. إيش هذه التقنية اليوم اللي موجودة عند هواوي في ليب؟ هذا الشيء اللي نحن هلا عم نشوفه اسمه بالانجليزي رياض انتليجنت كورتكس، يعني فينك تسميه كانه الدماغ الالكتروني لمدينه. طبعا نحن عاملين نموذج تجريبي لمدينه الرياض، لبعض من اجزاء مدينه الرياض. هو عباره عن نظام بيجمع كافه المعلومات الخاصه بالمدينه وبيجعلها متاحه على منصه. هذه المنصه بتاهل المستخدم انه يعمل اداره كامله للمدينه، يعني مفهوم المدينه الذكيه بشكل متطور اكثر واكثر. هذه سياره، اول سياره سعوديه مصنعه سعوديه ذاتيه القياده. اللي يميز السياره عندنا ان القاعده ثابته لكن الجزء العلوي متغير على حسب الاستخدام. الاستخدام الحالي يستخدم للمسح الامني، حيث ان كل الجزء العلوي هذا ينفك ويركب بداله شيء ثاني. من أحد الاستخدامات أن عندنا ذراع روبوت تركب فوق السيارة بحيث أنها تساهم في تنظيف الطرقات أو بنقل المعدات للعمال أو ما إلى ذلك. علي بابا كلاود اليوم في ليب 23 حاجة مختلفة. أول جهات تقدم خدمات حوسبة سحابية مصنفة على أنها تكون فئة جيم أو كلاس سي، مصنفة من هيئة الأمن السيبراني MCA.
اليوم تقدر تسجل في علي بابا كلاود وتقدر تستفيد من كل من 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 الكريدت اللي موجود، انك تقدر تسوي كل التستنج اللي تحتاجه من ناحيه تقنيه، وتقدر تشوف كل الخدمات الحوسبه السحابيه اللي وصلت السعوديه الان. مؤتمر ليب اليوم اصبح علامه فارقه بعالم المؤتمرات، الكل يشيد بالتقدم التقني اللي السعوديه اليوم ابهرت فيه العالم، وجعل هذه الدولة العظيمة تعتبر مركز رئيسي للتقنية والابتكار ونقطة لالتقاء قادة الفكر التقني. مؤتمر ليب عزز مكانة المملكة وركز على أن يكون عامل جذب للشركات التقنية والاستثمارات، ولعب أيضا دور مهم جدا في عملية التحول الرقمي المحلي وأيضا العالمي، وجعل المملكة العربية السعودية مركز إقليمي للتقنية والابتكار. ليب في النسخة الأولى ما كان نسخة عادية، كان نسخة فيه كثير من الإنجازات، صارت في أشياء كبيرة الكل تكلم عنها في هذيك المرحلة اللي أقيمت العام الماضي، وأنا نزلت تقرير عنها كامل. لكن ليب النسخة الثانية كان مفاجأة أكثر، لأنه كل شيء أصبح مضاعف. كنا في النسخة الأولى نقول واو، النسخة هذه خلانا نقول وش بيصير في النسخة الجاية، أجل إذا هذه المرة صار كل شيء دبل النسخة الماضية. طبعا ليب السنة هذه زادت الطموحات فيه، ليب اليوم 23 على مساحة تصل إلى 56 ألف متر مربع، العام الماضي كان 44 ألف متر، ولا تتوقع أن التوسع وقف بس على المساحة، لا، أشياء أكثر بكثير. العام كان 350 متحدث من 40 دولة، السنة هذه 700 متحدث من 50 دولة حول العالم. العام الماضي كان 200 مستثمر، السنة هذه صار 500 مستثمر، يعني دبل وشوي. العام الماضي كان 700 شركة عالمية وناشئة شاركت في المؤتمر، السنة هذه 900 شركة عارضة و450 شركة ناشئة. التفاصيل الموجودة هذه السنة مختلفة تماماً وصارت أكثر بكثير. سرعة الوصول والتحول العظيم اللي جعلت المملكة اليوم من ضمن أسرع 10 دول نمو في المحتوى الرقمي هي اللي جعلتنا اليوم نحقق هذا الإنجاز في ليب 23. أيضاً تعتبر المملكة هي السوق الأكبر لاحتضان المواهب الرقمية بأكثر من 340 ألف قوة بشرية، وهذا بالتأكيد يعكس مدى أهمية هذه المؤتمرات اللي تقوم فيها المملكة اليوم، يوضح الأثر الكبير على الأفراد قبل الجهات. قلب ليب هو الشركات الناشئة، عدد ضخم جداً، وفروا لهم منطقة خاصة فيهم، يجون هم مستثمرين يتناقشون معاهم، يسألونهم عن الجهة اللي هم مسوينها أو الشركة أو الفكرة بشكل عام، ممكن يحصل على استثمار، ممكن يحصل على شراكات ويستفيد كثير. العام الماضي الشركات الناشئة كان لهم منطقة خاصة، السنة هذه المنطقة الخاصة بالشركات الناشئة صارت يمكن ضعف مرتين أو ثلاث، وحجم الفائدة طبيعي أنها بتصير أكبر بكثير. بركة عبارة عن منصة رقمية تهدف بتقليل نسبة الهدر في القطاع الغذائي، نعطي وسيلة لعملائنا إنهم يشتروا منتجات طازجة غير مباعة من التموينات الغذائية، المطاعم والمخابز بخصم 50-70%، وفي نفس الوقت نخلق مصدر دخل جديد لمتاجرنا، وبنعطيهم وسيلة إنهم يساهموا في المبادرات الوطنية اللي متعلقة بالاستدامة وحفظ النعمة. هذه أول تجربة في ليب والله، واستفدنا بشكل كبير من ناحية تسويق الفكرة ومن ناحية مقابلة مستثمرين وشركاء استراتيجيين في القطاع. هذه النسخة تضمنت أكثر من 500 جلسة حوارية في مكان واحد عشان يناقشون موضوعات ريادة الأعمال وأفضل ممارسات دعم الاستثمار في مجال التقنية والابتكار، وكان في 5 منصات في المؤتمر. المنصة الرئيسية وهذه جمعت قادة الأعمال والخبراء حول دول العالم عشان يشاركون منظورهم ورؤيتهم في المستقبل المدعوم بالتقنية. أيضا منصة ديبفست اللي تكشف مبادرات الذكاء الاصطناعي وأحدث ما توصل له العالم من الابتكارات، وأيضا تقديم العروض ومناقشة رؤساء أكبر الشركات التقنية في العالم. أيضا في منصة اسمها منصة المستثمرين اللي تسلط الضوء على الاستثمارات في قطاع التقنية والابتكار، وأيضا يعقد فيها اتفاقات تجارية واستعراض الشركات والنماذج الناجحة على مستوى العالم، تناقش أهم المواضيع التقنية مع خبراء التقنية الدوليين. في منصة اسمها منصة الجلسات المتخصصة تقدم 4 مسارح تناقش عدة مواضيع مثل التقنية المالية، المدن الذكية، والتقنيات الصحية والتعليمية، وأيضا تجارة التجزئة ومستقبل الطاقة والثورة الصناعية. جهود اللي أنتم قاعدين تسوونها
الألياف وتقنيات الألياف ودنا اليوم نعرفها بس. طيب ابتداء من بيت العميل، هذا بيت العميل ها؟ نعم هذا بيت العميل. هذا الحائط الخدمات اللي يكون جنبه الأعداد الكهرباء، نحط البوكسية الخاصة فينا اللي فيها الألياف اللي تدخل للبيت العميل، نحط بليتها زي هنا، إذا صار العميل يبغى يشترك يكتب بس الرقم هذا ويروح لأي شركة من شركات المقدمين الخدمة الاتصالات الخمسة كمبيوتر عندنا في المملكة العربية السعودية يطلب الخدمة. هذه اللي نشوفه العميل، ولكن عشان توصلوا الخدمة بالألياف هنا عندنا شوية رحلة ودي أخذك معي فيها. بسم الله يلا. أول شيء يا طويل العمر هذا الشارع اللي موجود، هذه الدكتات اللي موجودة عندنا يكون فيها الفايبر، وواحد منهم بعد يطلع بيت العميل هنا ناخذهم في مركز أكثر اللي هو موجود هنا الله يحفظك. هذا نسميه ميني مان هول. هذه الله يحفظك كل اللي قاعد تشوفه أمامك صناعة سعودية في المملكة العربية السعودية 100%. هذا طال عمرك تصميم شركة ضوئيات على مستوى العالم، احنا الأكبر ديبلومنت فيه، ناخذها كلها طال عمرك، واحنا طال عمرك ضوئيات جزء من الشركة السعودية للكهرباء. تيجي عند المحطة الكهرباء اللي موجودة تلاقي عندنا ديتا سنتر صغير، مركز بيانات صغير، فيه الأجهزة الخاصة بتوصيل الخدمة. صراحة يعني مكان لا يوصف من ناحية تبادل الخبرات والتحاور مع مختلف الشركات سواء كانت في السعودية أو خارج السعودية، وتجربة جدا جميلة. جزاكم الله خير على التنظيم، وأشكر القائمين على تنظيم هذه الفعالية وهذا الحدث الكبير. عمان اليوم إيش جايبين معاهم في ليبيا؟ إحنا مشاركين من مجموعة إلقاء، هي مجموعة تهتم بالاستثمار في مجال تقنية المعلومات، مشاركين بعدة شركات منها عنصر ومنها فرونتك ومنها أصولة. الشركات هذه تقدم خدمات في تقنية المعلومات سواء كانت في داخل السلطنة وعندها أيضا تجارب في خارج السلطنة. في مسابقة روكت فيول هدفها دعم الشركات الناشئة من خلال منافسة تجمع 90 شركة ناشئة ضمن مؤتمر ليب بجوائز قيمتها تصل إلى $1,000,000 مقسمة على 6 مراكز. $250,000 تمنح لأقوى شركة ناشئة في المنافسة، و $150,000 تمنح لأفضل وأكثر شركة ناشئة مبدعة بريادة النساء المؤسسات، $150,000 تمنح لأفضل شركة ناشئة تخدم الإنسانية، و $150,000 تمنح لشركة ناشئة ذات بداية قوية جدا، و $150,000 تمنح لأفضل شركة ناشئة تعمل في الميتافيرس وويب 3، وأيضا $150,000 تمنح لأفضل شركة ناشئة تقدم حلول واستخدامات في الذكاء الاصطناعي. شارك في تحكيم المسابقة كثير من المحركين الخبراء في كل دور من أدوار المسابقة. مثل هذه المؤتمرات الضخمة الإدارة والتنظيم فيها ما تكون داخلية فقط، في قبلها أشياء كثير تصير وتعتبر أشياء معقدة عشان تقدر تنظم وترتب الأمور عشان تكون سهلة على الجميع، من أشياء مرورية، من حركة، من سير، إلى حتى الدخول والباركود والتسجيل العدد والتنظيم والسرة وغيرها من الأمور. تخيل أن في حوالي 300 مركبة متنوعة بين سيارات وباصات ونقل ترددي مجهزة عشان تنقل الزوار إلى ليب. استشعاراً للمشكلة اللي مر فيها العالم بشكل عام اللي قضية كورونا، كانت الشركة يعني استثمر في موضوع الصحة بشكل كبير، يعني فإحنا طورنا واشتغلنا مع شركائنا على تطوير منتج خاص بالفحص السريري، يعني الرب التست، وعبارة عن شريحة تستطيع أن تسوي فحص مباشرة تقريبا 12 مرض في كل كبسولة، مجرد تضع العينة هنا وتدخلها مباشرة في السيستم مدة دقيقة بالضبط كل النتيجة طلعت. والله اجتهدنا قد ما نقدر ان نحاول نغطي خلال 4 أيام، نجي 10 الصباح نطلع 9 بالليل، ان نصور جزء من ربع ليب. يحق لنا اليوم فعلا نفتخر ان عندنا اكبر مؤتمر تقني في العالم، لانه هذا المؤتمر مستحيل تدخل مؤتمر كبره، مستحيل تدخل مؤتمر بهذه الامكانيات والقدرات وحجم الاستثمار وحجم التمويل وحجم الدعم وحجم الجهات وحجم التطور التقني اللي قاعد يعرض في كل الاركان، عند جهات حكوميه،
عند حتى الشركات الناشئة. بعض الأفكار أصلاً تستغرب ولا يطرأ على بالك أنه مثل هذه الفكرة اليوم موجودة. افتخر، أتمنى أني ساعدتك اليوم كذا، عطيتك جرعة فخر بسيطة، سواء كنت سعودي أو خليجي أو حتى عربي. شكراً لكل من دعم واجتهد في هذا المؤتمر. سامحونا على القصور، حاولنا نقدم شيء نوريكم شوي عن اللي راح من ليب 22، واليوم حنا نغطي ليب 23، وإن شاء الله نلقاكم في ليب 24 في أمان الله.